في معي دولة رئيس مجلس الوزراء، تجولت في مختلف أنحاء المعرض الذي يعكس نضج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثراء أنشطته وتفوق أبنائه من مختلف الأطياف العمرية والشرائح المهنية. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نموا طوال السنوات الستة الماضية، مستمرون في أداء دورنا لتنمية اجتماعية أكثر، لخلق وظائف في مختلف القطاعات أكثر، لزيادة الصادرات الرقمية ولتسع الخدمات الحكومية المراقبة. سياسة مصر الرقمية عليها باقة واسعة من الخدمات الحكومية المراقبة، نسعى دوما إلى زيادتها. نص مسجل عليها 8 مليون مواطن الآن تلقوا أكثر من 7.5 مليون خدمة في خلال الثلاث الماضية. لدينا مبادرة تدريبية لكل شاب من سن 8 إلى 88 مهما كان خلفيته الوظيفية أو المهنية أو الدراسية، مجانية بالكامل لكل شاب وشابة يرغب في أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو مساره المهني.